السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. دلوقتي احنا دلوقتي اتفرض علينا حظر التجوال، وغصب عنك هتبقى قاعد في البيت من بعد الساعة 7، وفي مثلا يوم زي ايام الجمعة والسبت انت قاعد ال 24 ساعة في البيت، عشان ما ينفعش تتحرك، عشان ما تخشش في مسائلات قانونية انت ماشي فين ورايح فين، عشان البلد تتأمن، عشان ما يبقاش فيها فيروسات والكلام ده، علشان فيروس كورونا ده لحد الان لسه ملوش علاج. احنا بنتكلم دلوقتي احنا في شهر 3 2020، لسه برضو ما وصلوش علاج وكده. فالموضوع برضو ان الناس بتبقى خايفة، البلد بتبقى خايفة على المواطنين اللي فيها. فلحد الان عاملين حظر التجوال ده عشان يعني نبعد انتشار الفيروس والكلام ده. الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة انت وانت قاعد في البيت هتبتدي تاكل كل ما لذ وطاب، وهتبتدي تاكل اي حاجة. فهتبتدي بعد ما تخرج من الازمه بتاعت ان شاء الله فيروس كورونا ده ان شاء الله ينتهي على خير وينتهي بسرعه، والحظر التجوال، وتبتدي تنزل الشغل، تلاقي نفسك تخين. كل ده ليه؟ كل ده اللي انت بتاكل اي حاجه في البيت. طبعا انت قاعد، طبعا قاعدين زهقانين، بتاكل بتشرب قاعد، ما بتعملش رياضه، ما بتحركش كتير، فطبيعي ان انت ايه بتاكل يعني اكل اللي هو كتير وكده. فانت حاول بقدر الامكان تسمع مني النصيحه البسيطه دي او الارشاد البسيط ده، ممكن زي اخوك حاجة بس بسيطة قوي ممكن تفيدك قوي في حتة ان انت وانت قاعد في البيت تستفيد منها. حاول بقدر الامكان تاكل بكميات قليلة، ما تاكلش مثلا لو انت بتاكل مثلا طبق كشري قد كده او قد كده، حاول تقلله شوية. انت كده كده قاعد في البيت فما بتحرقش كتير، بمعنى ان انت هتبقى عامل زي التمساح، بمعنى ان انت بتحركش كتير، ما بتجريش، ما بتعملش، فانت تبقى عامل زي التمساح. التمساح اغلبيه قعدته كلها بيبقى قاعد، مثلا بيبقى قاعد. انت ليه بتشوف التمساح قاعد ساكت؟ عشان لو اتحرك بيحرق من الطاقه بسرعه، فانت كده كده قاعد فبتحرقش كتير. فانت حاول تقلل من احجام الاطباق اللي انت بتاكل منها. تاني حاجه، حاول تبعد عن الكربوهيدرات والسكريات. الكربوهيدرات اللي هي النشويات اللي هي ايه، زي مكرونه، معجنات، الرز، العيش، كل اي حاجه بانواعها، ولا عيش سن ولا مكرونه ولا رز بني ولا رز اخضر ولا رز اصفر ولا اي حاجه. الفكره في ايه؟ ان الكربوهيدرات والنشويات هما الاثنين واحد، والسكريات دولت بيتعاملوا معامله مختلفه لما بيدخلوا الجسم. انت بتاكل دلوقتي حاجه فيها كربوهيدرات وسكريات، فبتبتدي تخش، فبيخشوا بيتحولوا لماده اسمها جلوكوز وليس كولوكوز، جلوكوز بالجيم. فلما بيخشوا الجلوكوز بيبتدي البنكرياس يفرز الانسولين. الانسولين هرمون ده يروح جاي لامم كل الجلوكوز اللي موجودين. ده بيلمهم ليه؟ بيلم الجلوكوز ده عشان يوزعه على الخلايا. انت جسمك محتاج طاقه، زي مثلا قلبك، زي الرئتين، زي السمع، زي الحركه، زي العضلات، بيبقوا محتاجين طاقه. فانت بتعمل ايه؟ الانسولين ده بيعمل ايه؟ بيروح داخل لامم كل الجلوكوز اللي في الجسم ويروح جاي موزعه على الخلايا. طب الخلايا اكتفت، يعني الخلايا خلاص خدت اللي هي محتاجاه، خدت اللي هي الجلوكوز اللي هي محتاجاه، يبتدي طب هو بقى عنده بقى حاجات زياده، عنده مثلا جلوكوز زياده، يروح مخزنه في الخلايا الدهنيه. الجسم عموما للعلم بس بشيء، الجسم بيميل ان هو يخزن خلايا، يخزن دهون. ليه؟ لان هو خايف ان هو في يوم من الايام، الجسم كده، دي طبيعه بشريه، دي طبيعه يعني ربنا خلقنا بيها، اللي هو خايف انه يخش في مجاعه. فلو دخل في مجاعه، لا انا عندي ايه مخزن الاحتياط كتير، فنبتدي بقى ايه نستهلك منها. فعشان كده حاول تبعد عن السكريات والنشويات اللي هتبقى موجوده، علشان هتزيد الفتره اللي جايه دي. انت هتبقى قاعد ما بتعملش اي حاجه، واي حاجه بتتحط مثلا ايه، مثلا المدام او والدتك او اي حد في البيت هيبتدي مثلا يعمل مثلا ايه، صينيه بسبوسه، صينيه كنافه، صينيه كيك، اي حاجه، فتبتدي انت حضرتك تاكل وانت مش واخد بالك. فحاول تقلل الاحجام بتاعتك شويه، وزائد انت ابعد عن السكريات والكربوهيدرات. انا مش بقول لك ابعد خالص، بس على الاقل قلل. ليه؟ انا يا ريت انا بقطع، والله انا بقطع، انا قاعد يومين دلوقتي بقطع كل حاجه، بس انت ليه؟ علشان ما تزيدش، عشان ما تخرجش مثلا وانت بتيجي تلبس بنطلون، عشان انت بقالك كتير بتلبس بناطيل مثلا التريننج دي اللي انت بتبقى قاعد فيها في البيت، وتيجي تلبس بنطلون جينز ما يخشش فيك، او تيجي تلبس قميص ما يخشش فيك. فانت حاول بقدر الامكان انك تبقى عامل حساب اليوم ده، وتبقى عامل برضه حساب لجسمك. فانت بقدر الامكان ما تاكلش ولا كربوهيدرات ولا سكريات، وقلل من احجام اطباقك. كل مثلا اي حاجه تانية، كل اي حاجه فيها دهون، مثلا فول بالزيت الزيتون، كل جبنه قريش، انت قاعد خليها مثلا زي فتره نقاهه مثلا، عشان انت مثلا في الشغل بتاكل مثلا شاورما سوري، بتاكل الحاجات التقيله دي، فخليك وانت قاعد في البيت يبقى الاكل خفيف، وفي نفس الوقت كده بتوفر. انت ما تعرفش الايام الجايه دي هتبقى فيها ايه،
بس كده. انا حبيت بس اقول لكم نصايح بسيطه جدا، وحاول تلعب رياضه طبعا، يعني يا ريت يا ريت تلعب رياضه، العب ضغط، العب سكوات اللي هي سكوات دي اللي هي بتحط ايدك كده وبتقعد تنزل وتطلع، يعني حاول بقدر الامكان انك تعمل حاجه زي كده. صدقني والله الحركه هتبقى هتفيدك في الايام دي. انا عارف ان الشتاء مع فيروس كورونا مع القعده في البيت ميكس كده بيخليك غصب عنك بتبقى قاعد خملان، بس والله جسمك ليه حق عليك. فشكرا جدا ليكم، وما تنسوش طبعا يا جماعه تعملوا لايك، تشتركوا في القناه، تنزل تحت كده وتشترك في الزرار الاحمر اللي اسمه اشتراك او سبسكرايب. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.